ليبيا أصدقاؤها الجدد واقتسام الكعكة. الجزائر عائلة القذافي في بيت الضيافة. سوريا بعد رفض التعريب التدويل. فلسطين دولة جديدة في سبتمبر أو وهم. مرحبا بكم مشاهدينا ومستمعي إذاعة بي بي سي العربية إلى سبعة أيام. نرحب بضيوف البرنامج: جهاد الخازن الكاتب الصحفي في الحياة بلندن، علي إبراهيم نائب رئيس التحرير في الشرق الأوسط بلندن، مايكل بينيون الكاتب والصحفي في التايمز البريطانية، أمجد ناصر الكاتب والصحفي في القدس العربي بلندن. الوضع في ليبيا احتل صدارة الأخبار والتحليلات في الصحف الغربية والعربية، وتراوحت الآراء بين الإشادة بدور الناتو وبناء ليبيا الجديدة وبعد حقبة القذافي، مع قلق ومخاوف وارتياح في اجتماع أصدقاء ليبيا في باريس. وكتبت الأوبزرفر البريطانية في افتتاحيتها: تدخل مشرف ومستقبل مشرق بالأمل، إذا لم تبني ليبيا على ما تم تحقيقه عندئذ ستكون مأساة ليبيا وليست مأساتنا. إنه سؤال بسيط: هل زجاجة انتصار ثوار ليبيا نصف فارغة أو نصف مليئة؟ الجواب ببساطة بالطبع هو الاثنان. الفاينانشال تايمز في افتتاحيته عنونت: بعد القذافي بناء بلد. التحدي الذي يواجه الشعب الليبي وزعمائه هو إعادة بناء بلادهم ماديا ومؤسساتيا، أما الآخرون فيجب عليهم عدم القيام بذلك لهم وباستطاعتهم المساعدة في تشجيعهم. الغاردن البريطانية اختارت عنوان: الآن جاء وقت الجد، إنها الأيام الأولى لفترة ما بعد القذافي، والبحث عن السلام شاق وصعب مثل شن حرب. في افتتاحية الديلي تيليغراف: ليبيا لا يمكنها التقدم إذا ظل القذافي حرا، كلما ظل القذافي طليقا كلما صمدت القوات الموالية له وزادت صعوبة المصالحة الليبية. وفي رأي آخر للديلي تيليغراف: على الناتو أن يتعلم من نجاحه، الحملة في ليبيا تثبت بأن الناتو لا يستطيع تخفيض قدراته العسكرية أكثر من ذلك، على حكومتنا أن تشعر بالفخر لدورها في الإطاحة بطاغية شرير. في الاندبندنت البريطانية نشرت الصحيفة صورتين للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، الأولى وهو يستقبل ويصافح العقيد القذافي عند مدخل الإليزي، والثانية وهو أيضا يستقبل ويصافح مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالي الليبي. والتعليق: ما هو الفرق؟ مايكل، ما هو الفرق في هذه الصورة فيما يتعلق في هل هي كما تقول بعض الصحف الانتهازية الفرنسية في هذه الحملة؟ Well, it's a difference of 4 years. And that makes quite a difference. 4 years ago, everyone thought. منذ أربع سنوات اعتقد الكثيرون أنه ربما يصبح إصلاحيا وربما يتمكن الغرب من التعامل معه، ولكن تحولات الأوضاع استلزمت التدخل العسكري والآن تم الإطاحة به. طبعا التايمز، يعني هناك الكثير من الآراء في الإيكونوميست في عددها هذا الأسبوع تقول: اتركوهم وشأنهم، اتركوا الشعب الليبي وشأنه، يجب أن يسيطر الليبيون على مصيرهم مع بعض المساعدة من أصدقائها. التايمز ركزت بعنوان عريض في صفحتها الرئيسية على موضوع يتعلق بليبيا، حسب ما قال المتمردون بعنوان عريض: ليبيا سوف تعقد انتخابات خلال أشهر، ولكن في الصفحات الداخلية أجواء محمومة من الغضب والانتقام. Yes, that's the danger. نعم، هذا هو الخطر، هو وجود البعض مما الذين عانوا في النظام، في ظل النظام السابق الذي قام بتعذيبهم، وفي الوضع الحالي من الصعب السيطرة على الموقف وأيضا محاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال، وهناك من يأخذ الأمور بيده، وهناك أيضا ضحايا ما بين أعضاء، وهناك شقاق ما بين أعضاء المجلس الانتقالي، ولا نعرف ما هي أولوية كل طرف منها. علي، طبعا في الصفحة الرئيسية في الشرق الأوسط: القذافي يهدد بإشعال ليبيا، وكلينتون تدعو للمصالحة للانتقام.
أيضا الشرق الأوسط ترصد مقبرة جماعية في طرابلس. ما تحدث عنه مايكل وما تحدثت عنه التايمز لا يزال الوضع كما نقلته الصحف على اختلافها خطير في ليبيا، أليس كذلك؟ طبعا احنا يعني في الأيام الأولى ما بعد يعني حتى لم تكتمل نهائيا هزيمة القذافي، ولو أن أعتقد أن هذه مسألة يعني ستنتهي خلال الأسابيع، وكل ما نراه حاليا يعني مجرد يعني تطليع الروح في اللحظات الأخيرة. التحدي يعني يمكن الكلام التي قالته كلينتون كلام مهم، وهو أن يعني دعوة الثوار إلى اتباع سياسة المصالحة لا الانتقام، وأعتقد أن هناك يعني في استفادة من الدرس الذي حدث في العراق، الجميع يستفيد من أخطاء ما مضى. ليس هناك توجه كما يبدو لدى المجلس الانتقالي أو الشرعية الجديدة في ليبيا نحو يعني نحو هدم المؤسسات أو تفكيك كيانات الدولة في محافظة على دعوة. حتى كانت الرسائل قبل دخول طرابلس إلى الليبيين أنه حافظوا على مؤسسات بلد. طبعا ستكون هناك عمليات انتقام، هذه مسائل يعني في لحظات التغيير يعني يكون هناك بعض الفوضى. المهم ان يعني ان يكون هذا في اضيق الحدود، وان يتم السيطره عليه وتوعيه الناس الى ان عمليه البناء للمستقبل اهم من مساله الانتقام. طيب لنرى على ماذا ركزت الصحف العربيه في هذا الموضوع. فالصحف العربيه عكست القلق من استعمار جديد وغياب الدور العربي في بناء ليبيا، وكتب سلامه احمد سلامه في الشروق المصريه: ليبيا تريد التغيير، خلال ايام سوف تبدا الدول الكبرى في التداول لتحديد مصير ليبيا بثرواتها الهائله. اما مصر والجامعه العربيه فهما نائمتان في العسل، تتعاملان مع ما يحدث في ليبيا بعيون شبه مغلقة. ويرى جلبير الأشقر أستاذ في معهد الدراسات الشرقية والإفريقية في لندن في مقال في الأخبار اللبنانية: انتصار ثورة 15 من شباط ومؤامرة الناتو عليها، ما يحدث ليس أوهاما من نسج خيال شرق أوسطي ميال إلى تبني نظرية المؤامرة، بل يستند إلى وقائع على الأرض، فهي تتناسب مع المؤامرة المكشوفة الحقيقية التي حاكتها قوى الناتو بشكل أو بشأن مستقبل ليبيا. أما أحمد علي البغلي فكتب في القبس الكويتية: تدخل أجنبي، تدخل عربي، ندعو أشقاءنا في ليبيا ومن واقع تجربتنا مع بني يعرب إلى عدم الإنصات لهم وتجاهلهم، فما ينطقون به من معارضة للتدخل الأجنبي ما هو إلا غيرة وجهل منهم. جهاد، إذن يعني الصحف العربية لا تزال تركز على المؤامرة، هل هناك فعلا مؤامرة من قبل الناتو والدول الكبرى؟ لا مؤامرة، هناك نفط، هي لم تتدخل هذه الدول الغربية من أجل العيون السود أو الزرقاء للليبيين، تدخلت لحماية مصالحها. عندما صافحت القذافي كانت مقابل صفقات نفطية، وهي تأمل أن تحصل على مثل هذه الصفقات في المستقبل. هو أصلا يعني الليبيون لن يشربوا النفط، وإنما يريدون أن يبيعوه، وسيحدث هذا. ما أرجو أنا تدخلوا مشكورين، رغم أن أقول أن أسباب نفطية وليست إنسانية، ولكن أرجو من النظام الانتقالي الليبي من الليبيين أن يقفوا التدخل عند هذا الحد. يجب عليهم أن يثبتوا أنهم قادرون أن يقفوا على أقدامهم، أنهم بلغوا مرحلة الرشد، يستطيعون أن يديروا الدولة بدون مساعدة فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة. أعتقد أن هذا ممكن. طيب أمجد، أترك الكلام لك في الأخير حتى تعطينا حوصلة وتقييم بالنسبة لما نشرته الصحف البريطانية والغربية وأيضا الصحف العربية. أريد أن أذكر بما قاله أيضا أحمد المهنة في موقع إيلاف، يقول: ناتو على كل ظالم، يعني بمعنى أنه يؤيد أيضا أن تتدخل ناتو في ليبيا وفي أي تطور أو حدث في العالم العربي. يعني أولا عندما سألت مايكل عن الفرق بين الصورتين والزمنين، الحقيقة الفرق يكمن
في الانتفاضة الليبية، أن هناك انتفاضة ليبية تحولت لاحقا لسبب أو لآخر إلى ثورة، ثورة مسلحة أطاحت إلى حد كبير بالقذافي. بطبيعة الحال الغربيون لو كانت الأمور، لو لم يكن هناك ثورة، لو لم تكن هناك انتفاضة، لما تدخلوا لبقيت الأمور على ما هي عليه، لكان القذافي ما يزال في الصورة، لكان سيف الإسلام ما يزال هو الشخص الإصلاحي القابل للتأهيل والذي يعني يتم التعامل معه بوصفه وريث القذافي، وكذلك الحال في مصر وفي تونس وفي أماكن أخرى. الفرق في الواقع وفي الجوهر هو الانتفاضات العربية أو الثورة العربية أو ما يسمى بالربيع العربي الذي الآن يعني يجعل للمنطقة شكل آخر ويجعل لها تصور آخر عند نفسها وعند الآخرين. هذا من جهة. الجهة ولكن هل يستدعي ذلك؟ يعني هل تشجع كما يشجع لاحظنا الآن يعني في بعض الأقوال تشجع الآن الناتو والدول الغربية أن تفعل ما فعلت في ليبيا في دول عربية أخرى؟ في الواقع الحالة الليبية قد تكون حالة فريدة من نوعها. يعني في مصر لم يكن هناك من طلب لتدخل أجنبي، قصارى ما ذهب إليه المصريون أو بعض العرب هو أن يتم الضغط من الحلفاء الأساسيين لمصر على النظام حسني مبارك لكي يتنحى الرئيس. فيما يتعلق بتونس لم يعني يلحقوا كما نقول بالعامية أن ينادوا بتدخل، لأن الأمور فعلا استوت بسرعة وتم الإطاحة بالنظام. هناك الآن حالتان في العالم العربي، يعني إحداهما على الأقل هناك ثمة من يقول أو ثمة كلام حول تدخل يتعلق بها، وهي الحالة السورية. بطبيعة الحال السوريون كما نعرف حتى الآن الذين يقومون بالثورة على الأرض، يعني التنسيقيات وحتى أطياف واسعة بالمعارضة السورية، لا تريد تدخلا أجنبيا يرقى إلى الحالة الليبية. قصارى ما يريده السوريون هو في الواقع التقرير الذي خلصت إليه. سنأتي إلى موضوع سوريا لاحقا. إذن لا أقصد، نعم، ما أريد أن أحوصله على رأيك. طيب. أن لا، ليس هناك من طلب عربي لتدخل. الناتو لم يتحول يعني بين عشية وضحاها إلى حبيب العرب، ولكن على ما أعتقد الرأي العام العربي أصبح في هذا الاتجاه. لنبقى في الشأن الليبي وأيضا لكن من زاوية أخرى، وكان موضوع لجوء أفراد عائلة القذافي إلى الجزائر من أكثر المواضيع التي أثارت جدلا في مطلع الأسبوع، وسلطت الآراء الأضواء على الدور الجزائري أو الاستثناء الجزائري كما سماه عبد الله اسكندر في الحياة. هكذا يبدو اليوم بلد المليون شهيد في موقع الاستثناء، ويعرقل مسيرة البناء المغاربي بعدما أبدى مخاوف وتحفظات عن التحول الديمقراطي في بلدانه. القدس العربية علقت على معنى لجوء عائلة القذافي للجزائر ما يمكن التكهن به أن القذافي بصدد مواصلة الحرب وإرساله نساءه وأحفاده واثنين من أبنائه المسالمين إلى الجزائر وأحد الأدلة في هذا الصدد. الصحف الجزائرية تباينت في الرد، فكتب رمضان بالعمري في صحيفة الخبر الجزائرية: حلال على الجميع، حرام على الجزائر. هل من الشهامة والليبيون أهل شرف ونخوة أن يتم الاستقواء على الضعفاء وخصوصا النساء حتى لو كانوا من عائلة العقيد؟ الصحف الغربية أدلت أيضا بدلوها في هذا الموضوع، وكتب روبرت فيسك في الاندبندنت: الجزائر تبعث برسالة إلى الغرب باستضافتها أولاد القذافي. قد يحلو للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أن يحضن القذافي عام 2007 ثم يقصفه بعد أقل من 4 سنوات، لكن الجزائر لا تنقض على أصدقائها. في الغارديان كتب براين واتكر: نظام الجزائر أعرج، يبدو أنه على وشك السقوط. بمنحها ملجأ لعائلة القذافي فإن حكومة المسنين في الجزائر تضع نفسها في الجانب الخاطئ من التاريخ، ونتيجة لذلك فإن الضغط عليها من أجل التغيير من المحتمل أن يزداد الآن بدلا من أن ينحسر. الصحف الفرنسية كانت أشد في لهجتها، فكتب لو فيغارو المقربة من اليمين: النظام الجزائري مصاب بقصر نظر. النظام الجزائري أصيب فعلا بقصر نظر في مساندته للقذافي، فهو لا يزال ينتهج دبلوماسية تعود إلى 70s القرن الماضي، مناهضة الإمبريالية. جهاد، إذا لاحظنا أن أيضا هناك جدل حول استضافة الجزائر لعائلة القذافي في الشرق الأوسط، هناك رأي يقول بالنسبة لموضوع دخول عائلة القذافي يرحب بما فعلته الجزائر في هذا الشأن. أنا شخصيا أكره القذافي قياما وقعودا وعلى جنوبه، الله يلعن ساعته. إنما لا يجوز إطلاقا أن يشمل ذلك
أسرته خصوصا النساء، زوجته، بنته عايشة، الأولاد الأصغار. إحنا تعلمنا لا نزر وازر وزر أخرى، ما بيصير. هذا قانون ربنا وقانون الوضعي. فالبنات والصغار يجب أن يحموا. أوافق الجزائر على حمايتهم. أتمنى أن يكون هذا الموقف من كل الأطفال والصغار. إذا كان هناك عقاب يجب أن يكون لمعمر القذافي، لسيف الإسلام، للساعدي، لغيرهم، لخميس، ولكن ليس للنساء والأطفال. ما فعلت الجزائر بالنسبة إلى النساء والأطفال مبرر تماما. لو فعلت شيء آخر لكنت أدنت أنا شخصيا. طب علي، يعني نعود لنفس السؤال. وفيق السام الرأي، وهو الخبر الذي نشر عندكم في صفحة الرأي، يقول حسنا فعلت الجزائر، ولكن أيضا في بعض الآراء تقول أن العائلة الجزائرية هي أيضا متورطة فيما يحدث في ليبيا وحدث في ليبيا. هو الحقيقة المسألة يعني لها جانبين. يعني هو من الجانب السياسي، هو يعني سياسيا خطأ من جانب الجزائر، لأنها يعني لجوء أسرة القذافي يحملها مشاكل مع النظام الجديد. إذا تعترض على ذلك في ليبيا؟ طبعا هم عندهم حساباتهم وصداقاتهم السابقة مع القذافي، ويعني حسابات اخرى طبعا. يعني هو يعني القضيه اللي اثارها الاستاذ جهاد على اساس انهم نساء واطفال، هم مارسوا دور سياسي. يعني مساله هي يقررها في الاخر الشعب الليبي، لكن في النهايه يعني هو المهم يعني سواء لجوا او لم يلجوا اسره القذافي لو هناك، ان لا يكون لهم دور سياسي، وان لا تلعب الجزائر الدور الذي لعبته ايران وسوريا في العراق بعد سقوط صدام. لان المهم يعني ان تستقر ليبيا، وان لا يكون هناك تدخلات من قوى اقليميه تثير المشاكل هناك. طيب امجد، يعني كما قال بالعربي احد الصحفيين في جريده خبر الجزائريه، يقول حلال عليهم حرام علينا. يعني مع اي الاراء انت؟ يعني انا لم افهم يعني اين وجه الحلال والحرام. يعني حرام عليهم ان يتدخلوا في ليبيا وان نتدخل نحن. حلال انه يعني ان الاردن استضافت عائله صدام حسين، السعوديه استضافت زين العابدين بن علي. يعني حلال على هذه الدول ان تفعل ذلك، ولكن حرام على الجزائر ان تفعل الشيء نفسه بالنسبه لعائله. يعني احنا انا في الواقع متفق مع راي جهاد. يعني من لم يكن مطلوبا بجرم، من لم يكن يعني مدانا، هناك بطبيعة الحال الليبيون يعرفون من مارس يعني أدوار سياسية وأمنية من عائلة القذافي، يعرفون أكثر منا، فضلا عن أن هناك وجود مطلوبين لعائلة القذافي على المستوى الدولي، على مستوى محكمة الجنايات الدولية، أليس كذلك؟ أظن أن الأمر لا ينطبق على زوجته وأحفاده، وربما إلى حد ما عائشة. أنا لا أعرف الدور الذي لعبته عائشة في الحياة السياسية، لا نعرف الدور الذي لعبته العائلة بأكملها، لا نعرف. ولكن على الأقل ليسوا مطلوبين. ما داموا ليسوا مطلوبين رسميا من قبل أوكامبو، أنا أظن أن لا يعني لا ضير ولا غضاضة في أن تستضيفهم الجزائر، بل بالعكس هذا يتفق ويتسق مع تقاليد أظن أننا لن نستطيع أن نتجاوزها بسهولة، التي هي إجارة يعني النخوة والشهامة الإجارة بحد ذاتها. طيب. نعم. طب مايكل، يعني الصحف البريطانية والفرنسية كانت أشد لهجة تجاه الجزائر بسبب استضافتها لعائلة القذافي، برأيك لماذا؟ Well, I think they were wrong. I agree entirely. أنهم مخطئون في ذلك. أنا أتفق مع جهاد. وأنه من الشرعي منح اللجوء لأشخاص لم يلعبوا دورا سياسيا كبيرا. والأمر يختلف طبعا بالنسبة لأبناء القذافي الآخرين الذين لعبوا دورا سياسيا. أعتقد أن الجزائر في وضع سياسي صعب الآن، لأنه من الواضح أنه منذ فترة أنهم لم يودوا رؤية نهاية نظام القذافي. علاقتهم جيدة بهذا النظام، وتركوا حدودهم مفتوحة طيلة فترة الصراع، ومن تلك الحدود كانت تصل الأسلحة والذخائر من الجزائر. والشيء الآخر هو أنهم ليسوا سعداء بالمثل الذي نراه في ليبيا، وذلك قد يشجع
التغيير في الجزائر نفسها. حتى الآن لم نرى تغييرا كبيرا في الجزائر، هناك بعض التغيير في البداية، ولكن الأمور لا تزال تحت سيطرة السلطات هناك، وربما الجزائريون الآن قلقون عن ما يحدث عند جيرانهم. إذن جهاد، يعني نعود إلى هذا الموضوع، يعني الدور الذي لعبته الجزائر أثناء هذه الثورة وهذه الاضطرابات في الانتفاضة في ليبيا هو أحد أسباب التي جعلت يعني المجلس الانتقالي الليبي يعتبر ما فعلته باستضافة عائلة القذافي بأنه عدوان. نعم، لا أوافق على كلمة عدوان، أزيد على أزيد شيء واحد فقط، أنه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يخاف كثيرا من الجماعات الإسلامية، وهو يعتقد أن البديل من القذافي قد يكون جماعات إسلامية سرية أو لا يعرف فيها، ولذلك يفضل أن يبقى القذافي على أن يغامر بأن يرى جارا عنده طموحات عبر الحدود بالنسبة لتغيير النظام في ليبيا. هذا الخوف موجود في الجزائر وقد صرح به المسؤولون الجزائريون. طب الربط بين ليبيا وأيضا سوريا ظل في تحليلات والصحفيين وأرائهم، والدور العربي أو تعريب الأزمة في سوريا كان في بداية الأسبوع، الأسبوع بدأ بهذا الموضوع، وكتب ساطع نور الدين في السفيرة اللبنانية تعريب أزمة سوريا، صارت سوريا بندا على جدول الأعمال العربي، الخطوة مبدئية شكلية ومؤقتة لكنها أيضا أشبه بإنذار جديد يوجه إلى النظام السوري بأن العرب أو غالبيتهم على الأقل مستعدون لتغطية تدخل خارجي على غرار ما فعلوا في ليبيا. وكتب عبد الباري عطوان رئيس تحرير القدس العربي بلندن، إيران، سوريا والمبادرة العربية، المبادرة العربية لم تطالب حتى الآن على الأقل بخطيئة التدخل الأجنبي، ولم تستجب الشرعية من النظام استجابة لضغوط أمريكية، ولذلك يجب التعاطي معها بمرونة. أما عريب الرنتاوي في الدستور الأردنية فكتب التعريب في السياق السوري الخاص، سر الحمأة العربية الطارئة ضد عنف النظام السوري وسبب هذا الحماس إنما يعود لأسباب أخرى ليس بينها أبدا الحرص على مبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. نعرف أن ما يجري اليوم هو سداد لفواتير الأمس. في الرأي العام الكويتية كتب خير الله الشعب السوري اتخذ قراره، والأكيد أن الصحوة العربية جاءت متأخرة، ولكن كما يقول المثل الفرنسي أن تأتي الأمور متأخرة أفضل من ألا تأتي أبدا. الأكيد أيضا أن الشعب السوري فرض الصحوة، وأن هذا الشعب سيقرر مستقبل سوريا بغض النظر عن موقف العرب والعالم. لكن بشار نصر عيسى في الوطن السوري كتب عن استهداف سوريا وإعادة هيكلة النظام العالمي الجديد، فشلت المعارضة المدعومة من قوى كبرى وإقليمية مرة أخرى باختيار لغة الإقناع مع الحكومة السورية، وإن كانت هذه المرة لغة غربية ومشبوهة وتختلط بلهجات عربية في دول شقيقة وتعتمد على الفتنة الداخلية وإراقة الدماء. هدف هذه المؤامرة الشارع السوري بطل هذه المعركة وبيت قصيدها. علي، إذن الخبر السوري لا يزال في الشرق الأوسط من الأخبار الرئيسية، تنسيقات الثورة السورية كل يوم طالعين حتى سقوط النظام، اعتقالات تسبق جمعة الموت للمذلة. أين يتجه يعني التغطية؟ التغطية الآن تراجعت نسبيا مقابل الوضع في ليبيا. هو طبعا ليبيا كانت التغير الدراماتيكي اللي حصل فيها فرض نفسه على يعني على التغطيات الإخبارية في الصحف والتلفزيونات، لكن اعتقد ان يعني خصوصا اليوم، يعني اليوم قبل ما كان على الوكالات وكان في مظاهرات حاشده في سوريا، يعني سيعود الموضوع السوري. واضح ان هناك يعني داخل سوريا. طب اسمح لي ان اقاطعك، لدينا فاصل ثم نتابع هذا الموضوع، نتوقف لفتره وجيزه ثم نتابع في 7 أيام تعريب الازمه السوريه والبحث عن الدوله الفلسطينيه، ابقوا معنا. كن أول من يعلم بآخر مستجدات الأحداث من بي بي سي، اطلع على أحدث عناوين وتفاصيل الأخبار أينما تكون
ابحث عن الأخبار التي تهمك وشاهد مقاطع فيديو على هاتفك المحمول مباشرة. خدمتنا مجانية، لكن عليك تحمل تكلفة الاتصال بشبكة الإنترنت. موقعنا على هاتفك bbcarabic.com/mobile. مرحبا بكم مجددا إلى سبعة أيام مشاهدينا ومستمعينا. علي، قاطعناك في هذا الموضوع، الموضوع السوري فيما يتعلق فيما يجري بالتغطية في هذا الموضوع، تفضل. يعني هو طبعا يعني شكل التغطية يعني هي لم تغب وستعود، شكلها ستعود بقوة، لأن احنا شايفين حوالي ستة أشهر من المظاهرات والانتفاضات في سوريا وغضب شعبي هناك. من الصعب تجاهل هذا، واحنا على مسألة تعريب الأزمة كان من الصعب أن تظل الدول العربية صامتة كل هذه الفترة ولا تقول شيئا، وحتى ما حدث في الجامعة العربية كان يعني مبادرة خجولة. يعني لابد أن يحدث هناك شيء أو مبادرات، لا يمكن استمرار هذا الوضع بهذا الشكل. مسألة تدخل أجنبي، أعتقد أن حتى يعني الشباب الثورة السورية أو لا يريدون كل ما طلبوه هو يعني وجود مراقبين دوليين. ولا أدري يعني النظام ما هي مشكلته أن يترك يعني لو خرجت مظاهرات سلمية أو استجاب المطالب، يعني 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 اتخذ إجراءات على الأرض واقعية تعيد الثقة للناس أو تظهر أن هناك تغير سياسي ما قد ينفس هذا الأزمة. أترك الجواب لك، يعني ما بالنسبة لما قاله علي في خصوص أنه ما العيب أو ما المشكل في أن يترك النظام السوري التظاهرات تحدث في ذلك، ولكن أيضا أريد أن نعود إلى كيفية تعالجت الصحافة العربية هذا الموضوع، الموضوع السوري. الوضع الليبي لا يشبه أي وضع عربي آخر. القذافي واحد من نوعه. أنا شخصيا قبلت التدخل الأجنبي ضده، لكن حتما لا أقبله في سوريا. سوريا بلد متشابك، متداخل، معقد. التدخل الأجنبي سيؤدي إلى كارثة على أهل البلد. لا أعتقد أن السوريين أصلا يقبلون. الوحيدون الذين يقبلون هذه المزيفة هم بعض الانتهازيين اللي قاعدين بواشنطن أو ببعض العواصم الغربية الذين لا يعرفون بلدهم. أنا أعرف سوريا من يوم ولدت، وأذهب إلى سوريا كل سنة وعندي فيها 1000 صديق. السوريين لن يقبلوا التدخل أجنبيا. إذا بقي النظام أو سقط، يجب أن يبقى أو يسقط بيد شعبه. واضح أن هناك أخطاء هائلة ارتكبها النظام، هناك قتل يومي يجب أن يتوقف. أول شيء لازم يتوقف القتل، ولا يزال حتى اليوم النظام لم يفهم هذه النقطة الأساسية. يجب أن يتوقف القتل لأن يستخدم ضده. هو الموت يؤدي إلى مزيد من الموت، إلى مزيد من الدماء، إلى مزيد من الموقف العدائي له في وسط الشعب، ويشجع الأجانب يعطيهم عذرا ضد النظام. يجب أن يتوقف القتل وبعدين يشوف حله، بس إنما إذا بقي هذا النظام وسقط يسقط فقط بإيد الشعب السوري. طب ونبقى في سوريا ومعركة الإعلام. شريط الفيديو الذي بث على شبكة الإنترنت يصور عدنان بكور النائب العام في مدينة حماة السورية وهو يعلن استقالته، ويقول أنه شهد ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في المدينة. لكن التلفزيون السوري سرعان ما أعلن أن بكور قد تم خطافه من قبل المسلحين أثناء توجهه إلى العمل وأجبر على هذه الشهادة. لكن المحامي العام أطل ثانية عبر صفحة شبكة حماة على موقع فيسبوك بشريط مسجل، وقال إنه داخل سوريا وبحماية من سماهم الثوار. لنشاهد الشريط ونستمع ونناقش دور الإعلام في مثل هذه الحروب الإعلامية، ولأي حد يمكن الوثوق بمثل هذه الأشرطة. فلنشاهد ونستمع. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الفاضي عدنان محمد بكور المحامي العام سابقا في محافظة حماة. أصرح لكم بأنني استقلت من منصبي احتجاجا على ممارسات النظام الوحشية بحق المتظاهرين السلميين. وإنما يبث التلفزيون السوري من أنني تم اختطافي من قبل جماعات مسلحة هو عارٍ عن الصحة، وإنني بحماية الأهالي من الثوار حاليا وأنا بصحة جيدة في هذا اليوم الأربعاء 31/8. وقد حاول الشبيحة اختطافي اليوم من حي الحميدية بحماة، إلا أنهم فشلوا في ذلك. وسأدي تصريحات على الهواء مباشرة فور خروجي من سوريا قريبا.
مايكل، فهمت الموضوع وتفاصيل. يعني هو أننا نتحدث الآن عن الدور الإعلام، الإعلام الرسمي والإعلام الإنترنت وإعلام الجديد. Well, this is extremely important because there is no أمر غاية في الأهمية، لأنه لا توجد تغطية في سوريا، والاعتماد يعني أصبح الآن أساسا على الإنترنت، وما وحتى الناس داخل سوريا أيضا يعتمدون على الإنترنت وعلى هذه المصادر. الإعلام السوري الرسمي لن يذيع يعني أشياء كتلك. وهناك أناس شجعان مثل المدعي العام الذين استقالوا بناء على مبادئهم، وهذا مهم للغاية. أمجد، يعني أيضا الصحف العربية القدس يعني غطت معركة الإعلام الرسمي وغير الرسمي والإنترنت وبين الفضائيات العربية في القدس وأيضا في الشرق الأوسط. المحامي العام في حماة يكذب رواية النظام عن اختطافه، رأيك؟ يعني أنا أيضا كتبت مقال أذكر بنفسي الآن قليلا منذ فترة أسميته إعلام المواطنين. وهذا الإعلام المواطنين في الواقع لم يصدر من سوريا ولا من العراق ولا من دول عربية التي تشهد يعني أنظمة أو كانت تشهد أنظمة ديكتاتورية، بل هو أيضا هو جاء من كبريات الدول في العالم، الديمقراطيات الدول في العالم مثل أمريكا، وهذا ظهر بعد 11 سبتمبر. بمعنى من المعاني كان هو نوع من أيضا بحث المواطنين عن وسائل وعن وسائط للتعبير عن أنفسهم في مواجهة هذا الاحتكار الكلي لوسائل الإعلام الكبرى وتركزها في وسيلة أو وسيلتين. نحن الآن نتحدث عن موضوع أكثر من ذلك، نتحدث عن موضوع ليس هناك وجود إعلام بالمطلق مثل في سوريا. سوريا الإعلام الوحيد المسموح له أن يتحرك هو الإعلام الرسمي، والإعلام الرسمي متشبث من اليوم الأول إلى يومنا هذا برواية واحدة لا يدخلها الخلل لا من جنبها ولا من فوقها ولا من تحتها. هذه رواية مصمتة مغلقة على نفسها غير قابلة حتى لكي تنفتح على روايات الآخرين، رواية هذا الشعب. فلذلك أظن أن هذه الأشرطة، هذه التسريبات أو هذه ما نسميه إعلام المواطنين، سواء كانت على مستوى أشرطة من هذا النوع أو على مستوى شهود العيان، أظن أنها مهمة جدا لإيصال شيء من الحقيقة، بعض الحقيقة أو ربما كل الحقيقة، في ظل غياب تحقق فعلي من وسائل أو وسائط مستقلة على ما يجري في سوريا. ننتقل الآن إلى موضوع الاستحقاق المهم في هذا الشهر، وكما تعلمون هو الاستحقاق الفلسطيني في سبتمبر أيلول لم يحظى بالتغطية المطلوبة رغم أهميته، فكتب فهمي هويلي في الشرق القطرية: الدم الفلسطيني المنسي. الأدهى من ذلك والأمر أن السلطة الفلسطينية في رام الله لم تعد تتحدث عن استعادة الأرض التي تم احتلالها في عام 67، وإنما باتت تناضل لتقيم دولة فلسطينية وترفع علمها على 20% من أرض فلسطين في مشروع الاستقلال الذي تنتوي تقديمه إلى الأمم المتحدة في سبتمبر أيلول. أيلول شهر فلسطين، كتبت أوتافيا نصر في النهار اللبنانية. هل يكون أيلول شهر فلسطين؟ الجمعية العمومية للأمم المتحدة هي المنبر الأمثل لمعرفة نظرة العالم الحقيقية إلى الفلسطينيين وطوقهم إلى دولة مستقلة. ولكن في الوطن الكويتي كتب عبد الله الهدلق: مقومات الدولة الفلسطينية بين اقتباسين لم تكتمل، بل بعد لن ينجح الفلسطينيون أيضا بين اقتباسين، مع علامة تعجب في إقامة دولتهم بين اقتباسين وعلامة تعجب لعدم اكتمال مقوماتها. وأن يفلحوا ولن يفلحوا في الحصول على عضوية في الأمم المتحدة، ومن أفضل لهم أن يتوصلوا لاتفاق سلام دائم وشامل عبر مفاوضات مباشرة مع إسرائيل. في الجارديان البريطانية كتب مهدي حسن: دولة فلسطينية قد تنعكس سلبا على شعبها، لأول مرة في حياتي أجد نفسي متفقا مع بنيامين نتنياهو، ولكن لأسباب مختلفة. لا شيء يمكن تحقيقه من اعتراف الأمم المتحدة بهذه الدولة المجزأة الخيالية. جهاد، هل تؤيد الرأي الأخير؟ لا. الذهاب إلى الأمم المتحدة مهم، هناك الاعتراف وهناك الانضمام العضوية. ما يطلب الآن الفلسطينيون أبو مازن السلطة الوطنية هو مجرد الاعتراف، وهذا مضمون. غالبية من الدول في الجمعية العامة المتحدة تؤيد الفلسطينيين، غالبية الفلسطينيين أكثر من غالبية الإسرائيلية، مع أني والأمر لا أجده في هذه الأهمية، مش آخر الدنيا.
اليوم بالصدفة موضوعي للغد كان عن هذا عن هذه القضية. الصحف الإسرائيلية أخذتها من يوم الأحد لحد اليوم، في كل يوم كان هناك خبر أو خبران أو ثلاثة عن هذا الموضوع، كأنه إذا اعترفت الجمعية العامة بفلسطين تنتهي إسرائيل. أعتقد أنها محاولة تخويف للتحريض أمريكا. من أحد الأخبار كان أن أمريكا اتصلت ب 71 دولة تطلب منها ألا تعترف بالدولة الفلسطينية. أعتقد أن كل المطلوب الآن هو فقط الاعتراف، العضوية ستأتي بعد ذلك. أنا رجعت أبو مازن، اتصلت فيه برام الله، أرجو أن يسلم نتيجة التصويت في الجمعية العامة إلى مجلس الأمن بدون أن يلبط تصويتا في مجلس الأمن، لأنه حتما الأمريكان راح يستعملوا الفيتو. أوباما عنده انتخابات السنة القادمة، لا يريد، لا يجوز أن نحرج. وبالتالي خلينا على الاعتراف والعضوية لما بعد 2012. طيب. مايكل، أيضا وزير الخارجية الفرنسي كتب وصرح بأن هذا الموضوع، يعني تقديم العضوية، طلب العضوية من الأمم المتحدة سيعقد الأمور. هل تتفق مع الآراء التي تتحدث الأخيرة وخاصة ما نشر في الجارديان بأن ذلك ينعكس سلبا على الشعب الفلسطيني؟ أعتقد أن العضوية ليست هي الخطوة الصحيحة في الوقت الحالي، ولكن طلب الاعتراف هو المطلوب الآن. يعني الاتفاق مع الإسرائيليين هو بين الإسرائيليين والفلسطينيين، هو دولة فلسطينية مستقلة منفصلة تحصل على موافقة الأمم المتحدة، إلى أن الإسرائيليين وقفوا في طريق ذلك. فالفلسطينيون قالوا لماذا لا نطلب نحن بأنفسنا الاعتراف من قبل الأمم المتحدة، وهذا هو ما تبقى لهم، وهو أمر رمزي، وهو أيضا للاستمرار في الضغط على إسرائيل، وليس هناك خطأ في ذلك، إنما طلب العضوية هو الإشكالية الحقيقية. طبعا يعني في الشرق الأوسط هناك غياب شبه كامل لهذا الموضوع والموضوع الفلسطيني، هل بسبب انشعال الثورات في الدول العربية ليبيا وسوريا؟ هو طبعا يعني الفترة الأخيرة تراجع، يعني التطورات في المنطقة العربية أدت لتراجع الموضوع الفلسطيني في رغم أهميته، يعني حتى في رغم أهميته. طبعا هي مسألة الذهاب للأمم المتحدة، يعني هي مش حاجة يعني نيوز، يعني حاجة مفاجأة بقالها تصار بقالها عدة أسابيع، فما كانش في حاجة تفرض نفسها على مثلا على الصفحة الأولى في عدد اليوم أو في الرأي وفي التحليلات. يعني في الرأي في تطرق في تطرق للمسألة دي، لكن أنا أتفق مع مايكل طبعا أن يعني أن الذهاب للأمم المتحدة يعني يجب على الفلسطينيين إبقاء قضيتهم في بؤرة الضوء، والذهاب للأمم المتحدة ممكن يعني يعيدها للطاولة من جديد، وفي نفس الوقت يكثف الضغط الدبلوماسي على إسرائيل. حينما يحدث اعتراف عدد كبير من دول العالم بالدولة الفلسطينية، بالتأكيد أن هذا يعني سيلقي يعني ضغطا على الجانب الإسرائيلي وعلى الأطراف الدولية من أجل التوصل إلى حل، لأن الأمور لا يمكن أن تستمر بهذا الشكل. مع أو ضد؟ أنا الحقيقة مع، رغم أنه لا أعرف أنها لن تغير شيء في المعادلة على الواقع، يعني لن تتغير مجرد إعلان الدولة أو إعلان استقلالك من سواء كان من طرف واحد أو حتى يعني من طرف الأمم المتحدة، لن يغير شيء في موضوع الحدود، في موضوع المياه، في موضوع السيادة، في موضوع اللاجئين، في موضوع القدس. يعني كل هذه القضايا لا تزال على أرض الواقع وستبقى كما هي، وتحتاج إلى نضال. يعني هذه واحدة من يمكن الخطوات التي يمكن أن يقدم عليها الفلسطيني، ولكنها ليست الخطوة النهائية، وهي برأيي الشخصي هي التعبير الصارخ من قبل الفلسطينيين على نهاية ما يسمى عملية السلام. وأن ولكن لماذا هذا الخوف الإسرائيلي من هذا الموضوع؟ الخوف الإسرائيلي من هذا الموضوع، الإسرائيليون يخافون دائما من فكرة أن يفرض حل ما من طرف، يعني ليس هم جزءا منه، لكن هنا ليس هناك من فرض. يعني إسرائيل عليها أن لا تخشى، لأنه هذا الموضوع كما تحدث الجهات لو قدم إلى مجلس الأمن لكان هناك فيتو. يعني إسرائيل عليها أن لا تخشى، لأنه في النهاية الخطوة الأخيرة التي يمكن أن يصل إليها هذا الملف الفيتو الأمريكي تقريبا مضمون بالنسبة لإسرائيل. إذن الأمر هو فعلا في بعث وإعادة السؤال حول القضية الفلسطينية وأين صارت الآن في اهتمامات الشعوب العربية والعالم. طب في فقرة الفيديو
اخترنا هذا المقطع للبروفيسور نعوم تشومسكي الذي يبثه موقع الجارديان البريطاني، ويتحدث فيه عن دور الولايات المتحدة والغرب في دعم النظم الاستبدادية في العالم العربي. طالما أن الغرب يحصل على دعم الدكتاتوريين فليس مهما كيف تفكر الشعوب العربية. نشاهد ونستمع. هناك قناعة في البلاد العربية بأن الولايات المتحدة تدعم أنظمة دكتاتورية وحشية، وأن الولايات المتحدة تقف حائلا في طريق الديمقراطية والتنمية وتفعل ذلك للسيطرة على مواردهم. رأيي أن هذا الإدراك صحيح إلى حد كبير، وطالما الشعوب لا تتحرك فلا توجد مشكلة. طبعا خلاصة ما قاله نعوم تشومسكي بأن الغرب كما ذكرناه في المقدمة، أن الغرب لا يهمه مشاعر العالم العربي طالما أن الدكتاتوريين ينفذون مآربهم ومطالبهم، فتعليقك على ذلك؟ هذا صحيح، يعني احنا رأينا هذا يحصل على مدار 50-60 سنة من عمر دولة ما نسميه دولة ما بعد الاستعمار العربي أو الدولة الوطنية. أظن أن هذه الدكتاتوريات ما بقيت طوال هذا الوقت لو كان هناك من قوى دولية، قوى نافذة دولية، ونحن نتحدث هنا عن الغرب، لا يهمها فعلا القيم التي تبشر بها، قيم الحرية والديمقراطية بالمعنى الفعلي للكلمة. هناك مصالح، وهذه المصالح ما دامت هذه الدكتاتوريات تضمن استمرار هذه المصالح فلا ضير في ذلك. طب مايكل، يعني هذا نعوم تشومسكي ليس بالجديد رأيه يعني، ولكن هل هو رأي خارج السرب، يعني يغرد خارج السرب في العالم الغربي في هذا المضمون؟ Yes, to some extent. نعم، لحد كبير. وهو يعاني بذلك من جراء ذلك، لأنه يعتبر بأنه من اليسار المتطرف وبأنه ينتقد بشكل دائم الولايات المتحدة، وبذلك ليس له ثقل حقيقي في الرأي العام الأمريكي، ولا أعتقد أنه على حق 100%. الولايات المتحدة يعني تساند الشعوب لو رأت أن الأمر يتطلب ذلك، وأن تلك البلاد سوف تشهد حالة من الفوضى، وهم تدخلوا بسبب المذابح التي كان يتعرض لها الليبيون في بنغازي، وكان لم يشأوا أن تتحول بنغازي إلى مدينة يعني تتعرض لمذابح كما حدث في الماضي. طبعا لن يتدخل الغرب أو أمريكا فقط لتحسين وضع الشعوب، ولكنهم تدخلوا في وقت أزمة، ويجب أن يتدخلوا في أوقات الأزمة. ليس من واجب الغرب أن يملي على الناس كيف يعيشون. إذا من هو أكثر نائب رئيس أمريكي مثير للجدل؟ ننتقل إلى موضوع آخر. الولايات المتحدة، إنه ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي جورج بوش، الذي نشر مذكراته مؤخرا في كتاب في زمني مذكرات شخصية وسياسية. مجلة فورين بوليسي فتحت باب النقاش حول كتابه وإرثه. جهاد، هل قرأت هذا الكتاب؟ بدأت أقرأه، لم رفضت أن أشتريه، لن أترك مجرم الحرب هذا يأخذ مني نص دولار من ثمن الكتاب، ولكن جاءني عن طريق زميلة لي في المكتب. قرأت كل التعليقات عليه، أحاول أن أنهي الموضوع في نهاية الأسبوع. هو يكذب كما يتنفس، هو زور عمدا الأسباب للحرب على العراق، أسباب نفطية بالنسبة له وأسباب إسرائيلية بالنسبة للمحافظين الجدد. قتل في الحرب 1,000,000 عراقي، في زمن آخر كان يصلب ويعلق على إحدى بوابات بغداد، أعتقد أنه يستحق ذلك. طيب علي، في الواشنطن بوست في مراجعة للكتاب، كتاب ديك تشيني، يقول أن يعني كما قال الكاتب، لو قرأ الكتاب شخص يتحلى بالذكاء وقضى 10 سنوات في كوكب المريخ لن تكون لديه أي فكرة بأن ديك تشيني كان نائبا لرئيس من أتعس رؤساء الولايات المتحدة في تاريخها الحديث. يعني
في الشرق الأوسط، لا أدري إن كنتم حللتم أو عالجتم هذا الموضوع، ما هو رأيكم؟ يعني تناولنا الموضوع، يعني في عرض لبعض الأشياء في الكتاب، خصوصا هجومه على كولين باول على كونديليزا رايس. يعني أنا أعتقد إنه يعني هو ديك تشيني يشعر إنه هو يعني في قرارات خاطئة كثيرة اتخذت في عهد بوش، وهو كان يقال عليه أقوى نائب رئيس في جاء إلى الولايات المتحدة، فهو يحاول أن يلمع صورته ويدافع عن مواقفه ويصفي حساباته مع خصومه زي باول وكونديليزا رئيس، وكان هناك رد من باول عليه أعتقد، يعني فتح نقاشا في هذا الموضوع. أمجد باختصار، أنا أظن أنا لم أقرأ الكتاب، قرأت بعض التعليقات عليه، ولكن واضح أنه أراد أن يقول أنه هو الذي كان يحكم أمريكا وليس جورج بوش. وبطبيعة الحال أيضا التعليقات التي أو الانتقادات للإدارة الأمريكية السابقة التي وجهت يعني أو لأطراف من حتى من إدارته، أظن أنه الآن يحصد ردودا عليها، آخرها تصريحات من سوزن المستشار السابق كونديليزا رايس. طيب الآن إلى فقرة رسوم الكاريكاتير. الرسم التالي من الأهرام الدولي ومن وحي الاعتداء على أحد أشهر رسامي الكاريكاتير في سوريا، وفيه صورة تشبه الفنان السوري علي فرزات رافعا يديه، وبعض أصابع يديه أي يده اليمنى تحولت إلى قلم وريشة، وأصابع اليد اليسرى إلى عصفور وريشة، والتعليق اعتداء على الفنان السوري علي فرزات. جهاد، المشكلة مع الكاريكاتير أو مع الكتابة أنه النظام يعتقد أنها مهمة أو أنه آخر الدنيا. هذا الشاعر قال ومن البلية أنه لا يشترى ويخان فيه مع الفساد ويسرقه، فما كان لا يستحق ذلك إطلاقا، يعني كله حكي. علي؟ طبعا يعني بس ما حدث لعلي فرزات مسألة يعني مثيرة تدعو للأسى، يعني أن يعني رسام كاريكاتير وتكسر يديه وهذا الشكل، يعني واعتقد ان يعني خطوه كويسه من التضامن معهم. يعني علي فرزات طبعا شخصيه معروفه في سوريا، يعني ليس يعني بس فقط رسام كاريكاتير عادي، هو طبعا ايضا كان له جريده استمرت لفتره طويله في الفتره التي سميت ربيع دمشق اسمها الدومري واغلقت، والعجيب ان اعتقد ان كان عنوان العدد الاخير من تلك المجله التي سمح بها لفتره من الوقت كان انه العمل الانتحاري او شيء عن الانتحار. فاظن انه الان يعني هذا النظام السوري الان يعني يمارس انتحار بطيء لذاته. هل فهمت ال Yes, I understood it and I think it shows the أعتقد lesson ان هذا يظهر درسا من التاريخ بأنه الطغاة لا يحبون روح السخرية والانتقاد، وعندما يسخر منه الناس يعرف أنه قد انتهى. الرسم التالي من الشرق الأوسط، وفيه شخص يمثل ملال إيران ويضرب على طبول، بينما مجموعة من الشخصيات تسد أذانها، تمثل على ما يبدو الجامعة العربية، وعلى طاولة البحث ورقة كتب عليها مناقشة الوضع السوري. إبراهيم، هذا من عندكم؟ هذا طبعا يعكس الـ يعني الدور الإيراني، يعني الدور الإيراني واللخبطة الحادثة في المنطقة فيما يتعلق بالارتباك الحادث في المنطقة فيما يتعلق بالوضع السوري، والدور الإيراني هناك ما يقال عن دعم إيران للنظام هناك، والموقف الإيراني المتباين من الثورات العربية، يعني يعني أيدوا الثورة في مصر ورفضوها في سوريا. طيب جهاد، يمثل لك هناك شيء؟ دور إيراني بالتأكيد، ولكن في سوريا لا يخيفني. طيب سوريا بلد كبير وبعيد، هذا زواج مصلحة بين النظامين، يعني يخيفني الدور الإيراني ببلد مثل البحرين لأنه أقرب. أمجد، ولا في الواقع هذا إذا كان حديث أظن أنه يعني لا يتناسب مع تطورات الأخيرة السياسية، يعني ما عرفنا عن إيران الآن من على مستوى يعني ناطقين رسميين يتحدثون عن يعني لأول مرة وبصراحة عن الحقوق المشروعة للشعب السوري، وثم يعني هناك أكثر من صحيفة عربية أيضا تحدثت عن لقاءات جرت بين مسؤولين إيرانيين دبلوماسيين إيرانيين ومعارضين سوريين في الخارج. أظن أن الإيرانيين لا يقرعون طبول الحرب الآن. توقيته ليس في محله. إذن إلى الرسم التالي من الجارديان لبوب موران، وفيه ما يشبه أوباما كمذيع الطقس،
ويقول الجو سيكون نسمة عليلة، وفي الخارطة خلفه إعصار بشكل حرف O بالإنجليزية يضرب المنطقة الشمالية الشرقية لأمريكا الشمالية، وفي الخارطة كلمة باما في عام 2012. مايكل؟ Yes, it's a clever cartoon. It shows that رسم ذكي يظهر أن العام القادم سوف يكون إعصارا سياسيا بالنسبة لأوباما. لديه مشاكل خاصة بالاقتصاد ويحاول أن يدعي أن كل شيء سوف يكون على ما يرام، ولكن الحقيقة يعني تنبئ بغير ذلك. الكاريكاتير صحيح بالنسبة ل 2012، وإنما حاليا انظر الفرق بين كاترينا وأيرين. حكومة أوباما تعاملت بشكل ممتاز مع الإعصار على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، في حين نعرف ما حصل مع بوش. نعم. تعليق على الكاريكاتير هذا؟ هو طبعا يعني كاريكاتير ذكي، وهو يعكس الإعصار الذي سيواجهه أوباما في العام المقبل في الانتخابات، خصوصا مع يعني وضح هذا الأسبوع من خلال اختبار القوى الذي جرى ما بين الكونغرس وأوباما فيما يتعلق بالخطاب الذي كان يريد أن يلقيهم الأربع، وتأجل بناء على طلب الكونغرس. طب في رسم آخر شبيه له ولكن في الديلي تيليجراف، هو استعارة عفوا ورسم آخر، وفيه رئيس فرنسا ورئيس وزراء بريطانيا كل في زي يعود إلى الحقبة الاستعمارية، ويجلسان أمام طاولة طعام وعليها كرة بشكل خارطة العالم، ويظهر فيها اسم ليبيا، ويغرس كاميرون الخارطة بشوكة كبيرة والنفط يخرج منها، بينما يتحفز ساركوزي بانتظار دوره. أمجد. طبعا واضح أنه إشارة للصراع التقليدي التاريخي بين الإمبراطوريتين السابقتين بريطانيا وفرنسا. في طبيعة الحال الآن أظن ما يستدعي هذه المقارنة وهذه المقاربة هو ما يجري الآن في ليبيا. نظرا لضيق الوقت تفضل. I just want to add a bit of historical explanation. This أود أن أضيف تفسيرا تاريخيا. هذا هناك رسم مماثل يعني صدر منذ 100 عام يصور البريطانيين والفرنسيين وهم يقتسمون العالم، والآن الجديد هو البترول. هذا ما سمح به الوقت لسبعة أيام. نشكركم مشاهدينا ومستمعينا، ونشكر ضيوفنا. إلى اللقاء في الأسبوع المقبل، باستطاعتكم مشاهدة البرنامج على موقع يوتيوب وbbcarabic.com. شكرا لكم وإلى اللقاء.